صباح خير. مازلنا متواصلين معاكم في الماتينال ونرجع على زيارة المفوض الأوروبي للاقتصاد إلى تونس يوم أمس ولقاء برئيس الحكومة نجلة بودن ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد. ينضم لنا في المباشر عبر الهاتف الخبير الاقتصادي عزدين سعيدين. سي عزدين صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح النور سيدي الكريم. يعطيك الصحه وشكرا جزيلا على قبول الدعوه اليوم. اصبح بكري نوعا ما في رمضان، نعرف فما شويه صعوبات عند بعض المسؤولين وبعض الشخصيات انهم يقوموا لوقيت هذا. سي عز الدين، فماش مشكل، انا في المكتب الساعه 7 ان شاء الله كل يوم. موفق يا سيدي. المفوض الأوروبي للاقتصاد يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وإتمام البرنامج مع الصندوق، من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم مالي واقتصادي أوروبي تجاه تونس. مثل هذه التصريحات أصبحت يومية تقريبا من الأطراف الأوروبية. المشكل وين بالضبط عز الدين سعيدان؟ هذا نحب نفهمه، هل في الحكومة التونسية أم في صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لفامي؟ يا سيدي الكريم، الساعة كل التحاليل تبين اليوم أنه التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ضرورة قصوى لا مفر منها. وفي غياب اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بكل صراحة معناش حل معقول، معناش حل اللي فعلا يمكن تونس من شراء نوع من الوقت للخروج من هذه الأزمة المالية الحادة جدا التي وصلنا لها واللي نشوفوها عبر الأرقام متاع ميزانية 2023. وبالتالي التفكير متاع صندوق النقد الدولي هو يقول لك أنا نقدم القرض وعطاه الموافقة المبدئية شريطة أن تتوفر الموارد المالية اللازمة لتمويل ميزانية 2023 من جهة، ولتمويل برنامج الإصلاحات الذي على أساسه توصل تونس إلى الاتفاق المبدئي. هذا هو الإشكال. تونس لم تتوصل إلى تعبئة هذه الموارد إلى حد الآن، وهنا نشوف ضغط كبير جدا من إيطاليا ونجحت في هذا الضغط وحركت أوروبا كلها للقول بكل صراحة أنه إذا كان نتوصلوا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي راهو فما إمكانية تمويلات مهمة من الاتحاد الأوروبي. علاش مش العكس بعد اذنك سي عز الدين؟ علاش مش ما يبداوش الاطراف اللي تحب تدعم تونس هي اللي تبدا بدعم تونس ثم صندوق النقد الدولي ممكن يخلط بالقرض؟ ما هو احنا عندنا اشكال يا سيد الكريم، كونه في 2013 قدمنا ببرنامج اصلاحات وما التزمناش، وفي 2016 نفس الشيء، فبالتالي هناك تساؤل كبير، وهذاك علاش محادثاتنا مع صندوق النقد الدولي تدوم عندها سنتين، بينما في العادة البروسيسوس كله ياخذ 3 أشهر ما بين بدء المفاوضات التقنية وصرف القسط الأول والتوصل لاتفاق نهائي وكذا أشهر تقريبا. احنا عندنا سنتين، لأنه يعني علاش فما سؤال مطروح، هل أن السلطات التونسية لليوم قادرة فعلا على القيام بالإصلاحات الضرورية؟ فبالتالي يعني لازم أنه الحلقة المفرغة هذه يتم كسرها من طرف السلطات التونسية حتى نتمكن من التقدم في هذا المجال. وهناك حديث الحقيقة أنه من الجانب الاقتصادي هذا يمكن معناه يعتبر البعض تدخل في الشأن الداخلي، وأرى عكس ذلك الحقيقة، لأن هناك تشابك مصالح كبير ما بين تونس وبين الاتحاد الأوروبي وبقية بلدان العالم، والاقتصاديات كلها أصبحت مرتبطة ببعضها الآن. ما ننسوش إلا أوروبا عندها استثمارات كبيرة في تونس، ما ننسوش اللي احنا عندنا قروض كبيرة جاية من عند أوروبا واللي ما تخلص، وبالتالي فما مصالح مشتركة يهم الاتحاد الأوروبي أن تونس ما تدخلش في صعوبات أكثر من الصعوبات اللي موجودة فيها الآن. والطريق للخروج الحقيقة، الطريق الوحيد الذي تبقى الآن، هو التوصل إلى هذا الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي والدخول الفعلي في إصلاحات كبيرة، إصلاحات ضرورية، إصلاحات ربما تبدو صعبة في بعض الأحيان لأننا تأخرنا كثيرا في القيام بهذه الإصلاحات، ولكن لا مفر منها لإنقاذ الاقتصاد التونسي والإنقاذ المالية العمومية التونسية. الاتحاد الأوروبي والمفوض الأوروبي للاقتصاد يقول لا يمكن أن يقبل أن تتحمل تونس بمفردها تبعات إشكاليات الهجرة غير النظامية، ولا بد من تحرك جماعي. تحرك جماعي بما معناه تحرك دول حوض المتوسط. حسب توقعاتك عز الدين سعيدان، ما هي الخيارات اليوم الموجودة أمام الاتحاد الأوروبي في التعامل مع تونس في صورة تأخر هذا القرض من صندوق النقد الدولي؟ هو ما يزموش يتأخرك، علاش الاثنين مربوطين ببعضهم،
إذا كان ما فماش اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي ما فماش عزيمة واضحة تونسية للدخول في هذه الإصلاحات، ما ينجمش يكون فما مساعدات مهمة على الأقل ووازنة من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الاثنين مربوطين ببعضهم. وأظن أن الاتحاد الأوروبي فهم الآن أن المساعدات المطلوبة في تونس هي في جانبين، الجانب الأول والأهم هو الإنقاذ الاقتصاد التونسي، وبالتالي لابد من توفير موارد مالية اللي باش تمول الإصلاحات واللي باش تمول ميزانية 23 وتمكن تونس فعلا بالدخول في هذه الإصلاحات بأقل الأضرار الاجتماعية بالأساس. ثانيا يلزمها يلزم مساعدات تونس للقيام بهذا الدور. انت تعرف سامحني سي عزين، أيضا الاتحاد الأوروبي يعمل لاناليز دي ريسك، بما معناه انه في صوره البلان ا ما مشاش البلان بي، اذا نحكي على فرنسا اللي تحكي على 250 مليون اورو، ممكن الاتحاد الاوروبي من خلال بقيه الدول الاعضاء يقدم منح اخرى وشكل في قروض لتونس، ايضا مش باش يغلي الوضع الاقتصادي على ما هو عليه في ظل هذه التصريحات الايطاليه والاوروبيه بصفه عامه. فما بلان بي اتوقع، فما بلان ا وفما بلان بي وفما مصالح مشتركه، لازم نفهموا ان هناك مصالح مشتركه، هكذا اذا كان في الجانب السياسي ربما ينجم يكون فما حديث على ما هذا التدخل في الشان الداخلي وما الى ذلك، لكن في المسائل الاقتصاديه هذا لا يستقيم، لان فما مصالح اقتصاديه مشتركه، وتونس راهي مهمه جدا بالنسبه لاوروبا، مهمه بالاستثمارات، مهمه بالقروض، ومهمه باستقرار الاقتصاد التونسي اللي هو الشريك الاقتصاد الاوروبي مهما كان يعني الوزن نتاعه في التجاره مع اوروبا، ولكنه شريك مهم. اذا كان ناخذ قطاعات مثل النسيج، يعني قطاع النسيج والملابس في تونس مهم جدا بالنسبه للسوق الاوروبيه. وهذا صحيح ايضا في ميادين اخرى طبعا. في تقديرك هل يعتبر ثم تعامل ذكي من السلطات التونسيه في الضغط بورقه رابحه على المجتمع الدولي والمجتمع الاوروبي، هي ورقه الهجره من اجل الحصول على تمويلات ودعم مالي بطريقه اخرى والتسريع في الحصول على تمويلات بشكل او باخر؟ بكل صدق لا اظن ذلك، لانه المخاطر بالنسبه للاقتصاد التونسي تتفاقم بشكل سريع جدا. ويكفي لهنا نذكروا انه راهو في اطار ميزانيه 23 تونس مطالبة لتسديد ديون عمومية مستحقات الدين من أصل وفوائد ب 21 مليار دينار تونسي، منها لما يقابل 12 مليار دينار تونسي بالعملات الأجنبية. فهناك مجازفة لا قدر الله إذا كانت تعثرت تونس في تسديد القروض الخارجية، كما وقع تعثر في تسديد الديون الداخلية، ما فيش حتى شك، هذا أصبح معروف الآن. يعني أيوة. هذه في مجازفة كبيرة، وبالتالي التسريع في الوصول إلى هذا الاتفاق، التسريع مهم جدا والتوقيت مهم جدا أيضا، والدخول في الإصلاحات في أسرع وقت ممكن مهم جدا، وبالتالي أن نجازف بهذا الشكل على يعني باستعمال ورقة الهجرة الغير نظامية، أعتقد أن فيه مخاطرة كبيرة جدا، وربما حق نستعملها في وقت آخر. ربما حق نستعملناها منذ 4 سنين أو 5 سنين، مش الآن. الآن الظرف أصبح دقيق جدا في رأيي. نحبك تجاوبني بطريقة سريعة لو تسمح. 95 نعم. يوم توريد من العملة الصعبة، احنا في أي لون؟ مازلنا في الأخضر أحمر أم برتقالي؟ الخبير الاقتصادي عزيز سعيدان، نحن في البرتقالي القريب جدا من الأحمر، لأنه الخط الأحمر هو 90 يوم، والتسعين يوم تكفي بالضبط لتوريد الدواء والغذاء والمحروقات، ولا تكفي لتسديد الديون الخارجية. شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي عزيز سعيدان على القراءة في زيارة المفوض الأوروبي للاقتصادي لتونس يوم أمس، اللي في الحقيقة حسب وكالة الأنباء الإيطالية كان من المفروض أنه يلتقي رئيس الجمهورية، ولكن ما صارش هذايا، وكان بعد من المفروض بعد لقاء رئيس الجمهورية يكون ثم لقاء إعلامي، هذا ما صارش، تقابل مع رئيس الحكومة وزير الاقتصاد وكذلك وزير الخارجية. على كل الأسباب زي ما نعرفوهاش علاش، هذه المرة الثانية أنه مسؤول من أعلى مستوى تقريبا في غربي، نحكي على الاتحاد الأوروبي، أو حتى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، رئيس الجمهورية أيضا ما قبلهاش وقت اللي جات لتونس منذ فترة قليلة جدا. راجعين شوية آخر في التحليل والنقاش.